السلام عليكم متابعي قناه اتش دي فيلم الكرام الإزدهار يتطلب الوفاء أما المحنة فتفرضه وبيبدأ في النهاردة مع إبراهيم أول ما وصل مطار الولايات المتحدة بعد ما كسب في اليانصيب وبقى قدامه فرصة ياخد الجنسية الأمريكية وخلال التفتيش بيتم استدعاء إبراهيم لمكتب الشرطة وبدأ الضابط يسأله من إمتى هو بيقدم علشان ياخد البطاقة الخضراء فقال له إنه بيقدم من 12 سنة وطلع له خطاب الموافقة فبيقول له إن معاه الفرصة يبقى مواطن أمريكي لكن لازم يلبي متطلبات معينة خلال خمس سنين ولما بيبص الضابط في الورق سأل إبراهيم ليه هو صغير سافر من لبنان لسوريا وكان السبب هو الحرب الأهلية في لبنان وفي عام 1990 انتقل للكويت لما جاله وظيفة كويسة وقال إبراهيم للظابط إنه هيعيش هنا مع ابن عمه رشاد وإنه مستنيه بره دلوقتي ولما سأله الظابط ابن عمه وصل أمريكا إزاي معرفش عرفش إبراهيم يجاوب فطلب منه يخرج مع الظابط لابن عمه ويجيبه معاه ولما بيخرج إبراهيم ما بيلاقيش رشاد مستنيه ولما اتصل بيه لقى تليفونه مقفول فساب له رسالة يعرفه كل اللي حصل معاه في المطار ولما جه الظابط ظاهر انه كان بيكلم ابن عمه وقال انه هيجي بكره ياخده فبيختم له الظابط في جواز السفر بان معلوماته قيد المراجعه لحد ما الاجراءات تخلص ورحب بيه في الولايات المتحده وبيروح ابراهيم يحجز في فندق وبيطلع ابراهيم قطه ولما دخل كان عطشان بس رجع الازازه لما لقى سعرها 4.5 دولار وراح يبعت رساله لرشاد وسمع خناقه في الاوضه اللي جنبه ولما فتح الباب لقى بنت بتدخل قطه وبتقفل الباب وقالت له انها بتهرب من حبيبها فعرض عليها ابراهيم ترتاح عنده لحد ما حبيبها المجنون يمشي وبيديها ازازه الميه وبعد ما بتقعد سالته عن جنسيته فقال لها انه لبناني وبيتعرفوا على بعض وبيعرف ان اسمها ديانا وعزم عليها بالحلويات اللبنانيه وكانت عاجباها جدا ولما بتلاقي ديانا ان ابراهيم كان لسه واصل الاوضه قامت تمشي علشان يرتاح بس هو كان مصر انها تقعد لحد ما يطمنه ان اللي بيطاردها مشي وكانت ديانا مستغربه ليه ابراهيم بيساعدها بالرغم من انها غريبه عنه فقال لها ان بابا كان دايما يقول له حكمه وهي انه علشان يحقق احلامه لازم يزرع بذور صالحه ابراهيم يحكي لها انه وصل امريكا علشان يبقى عنده عيلة ويعمل تجارة خاصة بيه، وانه جه هنا وهو واخد القرار ده، وبتعرض عليه ديانا انها تاخده في جولة للمدينة وتفرجه على معالمها، فبياخد ابراهيم الكاميرا بتاعته وبينزل معاها، وكان موظف الاستقبال بيتكلم مع رشاد وبيبلغه ان ابراهيم مش موجود في غرفته، وبيعرف موظف الفندق ان رشاد راح المطار الخطأ، وموجود دلوقتي في نيويورك، وبيبدأ ابراهيم جولته مع ديانا وهو بيصور كل معالم المدينة ولحظاته مع ديانا، وبيشوف اعتصام في الشارع وناس واقفه بتهتف فوقف ابراهيم يهتف معاهم وبالليل ديانا بتسيب رقمها لابراهيم علشان لو يحب يخرج معاها تاني وبيرجع ابراهيم الفندق وبينام بس بيصحى يوم 11 سبتمبر والاخبار كلها بتذيع خبر برج التجاره العالمي فاتصل ابراهيم على ديانا يطمن عليها ولما ردت عليه طمنته انها بخير لكن الخط بيقطع فجاه فنزل ابراهيم يجري على تليفون موجود في الشارع يتصل بديانا لكنها ما بتردش فوقف ابراهيم مع الناس يتابع الاخبار في الماركت وبيعرف ان الموظف اللي شغال هناك اخوه عنده محل تحت البرج، فحاول ابراهيم يطمنه على اخوه، لكن الموظف قال له ان مفيش حد هيساعد اخوه وانه ما يعرفش حاجه عن اللي بيحصل واكيد الامور هتسوء اكتر، وبيخرج ابراهيم وبيشوف ديانا وهي قاعده قدام الفندق وبتعيط، فراح يواسيها وبيفضل معاها علشان ما تكونش لوحدها، وبالليل بتنزل ديانا تدخن وابراهيم وقف يصلي ويدعي الربنا لكن قبل ما يخلص صلاه بيدخل عملاء فيدراليين وبيقبضوا عليه، وشافته ديانا وهما واخدينه ومش بتلحق تعمل حاجه، وفي التحقيق قعد معاه عميل فيدرالي وقال له ان ممكن يفرج عنه لو قال لهم على مكان ابن عمه ولأنه مش عارف قال له العميل إنه هيسيبه يفكر وبيرجعه السجن وديانا لما بتروح تسأل عن إبراهيم في قسم الشرطة قال لها الظابط إن مفيش حد بالاسم ده على سجلاتهم ولما بتوصف له اللي حصل اعتذر لها لأنه مش هيقدر يعمل حاجة ولما بيكمل العميل الفدرالي تحقيقه مع إبراهيم قال له إنه كان موجود في منظمة قبل الحادث بيوم وإنه كذب بخصوص ابن عمه لما قال إنه جاي ياخده من المطار وأكيد كل ده مش صدفة لكن إبراهيم أنكر كل التهم عنه وطلب يتكلم مع المحامي بتاعه. وديانا كانت لسه بتتصل بمكاتب الشرطه تسالهم عن ابراهيم بس بتسمع نفس الرد وبعد ست شهور جه ظابط يبلغ ابراهيم انه هيتم الافراج عنه ولما بيخرج اتصل بديانا وطلبت منه يروح لها علشان تطمن عليه وكانت ديانا مستغربه ازاي يسجنوه ست شهور ويحققوا معاه من غير ما يعرف حتى هو عمل ايه وبعد ما اطمنت عليه قالت له انها احتفظت بكل الشنط بتاعته وكان واضح على ابراهيم التعب والارهاق وبيفضل ابراهيم قاعد عند ديانا وما كانش بينسى المصحف الشريف ودايما كان يقرأ فيه وبدا ابراهيم يدور على الوظايف المتاحه في الجورنال ولما بيتقبل في وظيفه منهم ساعدته ديانا انه يشتري بدله يروح بيها المقابله وراح ابراهيم قابل السكرتيره لكنها بتتجاهله وقالت له لو مش هيقدر يملأ الاستماره بنفسه يبقى غير مؤهل للوظيفه فاعتذر لها ابراهيم ومشي ولما بيرجع لديانا قالت له اكيد في امل وبيروح ابراهيم ورشه ميكانيكا للسيارات وبعد ما اقنع صاحب الورشه اللبناني بخبرته قال له انه كان بيتمنى يشغله لكنه مش هيقدر بسبب الاقتصاد ولما بيخرج كانت ديانا مستنية وطلبت منه يستناها لحد ما تروح تجيب مشروب ولما رجعت قالت له انها جابت له وظيفه في الماركت الموجود في محطه البنزين وكان صاحب الماركت يبقى مو اللي بيشتغل في الماركت الصغير القريب من الفندق وقال لابراهيم انه هيبدا شغله من بكره الصبح وتاني يوم وصل ابراهيم في ميعاده مظبوط لكن قال له مو انه لازم يوصل بدري عن كده وبدا ابراهيم يعرف طبيعه الشغل لكنه بيلاقي الناس اوقات مش بتدفع وبتسرق المنتجات وتجري حتى العجائز منهم وبعد فتره كان ابراهيم رايح الشغل وبيقابله قدام الماركت المتسول وبيطلب منه فلوس فخاف ابراهيم وافتكر انه عايز يسرقه لكن مو طلع يزعق لميكي لانه يعرفه وطلب من ابراهيم يدخل يشوف شغله وبيروح ابراهيم دروس اللغه الانجليزيه وهناك بيشوف بنت مسلمه معاه في الدروس وكانت بتبص كل شويه وبعد يومين كان ابراهيم في شغله وواقف مع مو يتعلم من خبرته في البيع ولما خرج وقت الغداء راح يقعد جنب ميكي وعرض عليه الاكل بتاعه وقعد يكلمه عن ذكرياته وقت حرب الخليج وانه كان موجود في الكويت واضطر ينام في العربيه بتاعته لفتره طويله فبيفهم ميكي قصده انه نام في الشارع وكان بيعاني زيه وقال له ابراهيم انه يقدر يغير حياته وكل اللي عليه ياخد القرار لكن ميكي استغرب لان ابراهيم بيشتغل بائع في الماركت بس بيرجع يعتذر له وقال له انه كان في وظيفه مرموقه جدا قبل كده ولما بترجع ديانا بيتها بتخاف لما بتلاقي ميكي نايم في السرير بس بيجي ابراهيم يفهمها ان ميكي يبقى صاحبه ومعندوش اي مكان ينام فيه ومحتاج مكان للاقامه لحد ما يلاقي شغل لكنها بتتعصب لوجود ميكي وبتمشي وهي متضايقه من ابراهيم وتاني يوم في الماركت بيجي راجل اخو مو ومعاه اولاده علشان يروحوا مع بعض يحضروا مباراه فدخل ابراهيم يعرف مو ان اخوه بره لكنه رفض يخرج له فحاول ابراهيم يقنعه يروح مع اخوه واولاده وقال له ان ده يبقى اخوه اللي كان خايف عليه يوم الحادثه بس مو مش بيعجبه كلام ابراهيم وطلب منه يسكت لو عايز يكمل شغله وما يتكلمش عن عيلته تاني وفي دروس اللغه الانجليزيه بيتعرف ابراهيم على باها وكانت مشتاقه لوطنها ومامتها المريضه ولما سالت ابراهيم عن عيلته قال لها ان اهله كلهم ماتوا في الحرب الاهليه وعلشان كده عيله وعرض عليها ابراهيم انه يعزمها على العشاء فوافقت وبتسيب له رقمها وتاني يوم كان ميكي بيشكر ابراهيم على مساعدته ليه وبيتفقوا انهم بكره هيروحوا مع بعض يدوروا على وظيفه لميكي بس كانت ديانا لسه متضايقه لوجود ميكي وابراهيم راح ووعدها ان ميكي هيمشي بعد يوم واحد ودفع لها مقابل انها تسيبه وقال لها انه هيتكلم مع مو علشان يشوف له وظيفه وبيخرج ابراهيم شغله وكان جايب معاه بدله علشان هيقابل باها بعد الشغل وبعد ما بيخلص وبيمشي حصل سطو مسلح على الماركت وبيتسرق وبيقعد ابراهيم مع باها في مطعم لبناني لانها لبنانيه ومشتاقه لوطنها وسالته عن شغله في الماركت فقال لها انه بيحمد ربنا عليه وانه احسن ما يكون عاطل ولانه يعرف كل شيء عن السيارات مستني يعرف الشغل بيمشي ازاي في البلد وهيبدا شغله الخاص وبيفاجئها ابراهيم بسؤاله اذا كانت فكرت قبل كده في الزواج وقال لها انه هيخرج يرد على التليفون وطلب منها تفكر في الاجابه لحد ما يرجع وبيعرف ابراهيم اللي حصل في الماركت وان مو دخل المستشفى فرجع اعتذر لباها وراح على المستشفى ولما ديانا بترجع بيتها بالليل بتلاقي البيت مسروق وميكي مش موجود وفي المستشفى بيعرف ابراهيم من مو انه هيبيع محطه البنزين والماركت لانه اقتنع بكلامه لما قال له انه لازم يقضي وقت اكبر مع عيلته ولما بيرجع ابراهيم بيعرف ان ميكي سرق البيت ولما حاول يعتزل لديانا طلبت منه يمشي من بيتها والا هتبلغ الشرطه فرجع لها ابراهيم مفاتيح الشقه وودعها ومشي وبعد يوم راح مولي لبيت ديانا يسالها عن ابراهيم وعرفها انه هيبيع محطه الوقود وساب لها ظرف توصله لابراهيم ولما مشي بتلاقي الظرف جواه فلوس وبيتمشى ابراهيم في شوارع المدينه وبيلاقي مجموعه شباب بتضرب شاب لوحده فبيتدخل ابراهيم علشان يساعده لكن عددهم كان اكتر وبيضربوه هو كمان ولما بيفوق بيلاقي نفسه في المستشفى وجنبه جوش نفس الشخص اللي كان الشباب بيضربوه وشكروا انه ساعده وقال له انه مدين ليه بحياته وبعد شويه بتيجي ديانا لما كلموها من المستشفى وبتطلع تطمن على ابراهيم ولما سالته عمل ايه المره دي قال لها جوش انه انقذ حياته وبتفضل ديانا مع ابراهيم لحد ما بيخرج واخدته بيتها لحد ما علاجه يخلص وكانت هي اللي بترعاه حتى انها كانت بتعمل له الاكله العربيه المفضله وميكي بيرجع للتسول في الشارع وبيشوف صوره ابراهيم على جورنال ومكتوب تحتها البطل المهاجر ولما بيستعيد ابراهيم صحته بتفرجه ديانا على فيديو الجوش اللي انقذه وهو بيقول ان الشاب الوحيد اللي تدخل وانقذه من الموت كان هو العربي المهاجر واعتذرت له ديانا عن انها طردته ورجعت له الجواب اللي سابه مو بالفلوس اللي كانت جواه وقرر رساله مو اللي كان بيشكره فيها وبيودعه وبيروح ابراهيم يعني عوض ديانا عن الحاجات اللي اتسرقت من بيتها واشترى لها حاجات احلى منها وبيرجع ابراهيم يدور على وظيفه في مجال ميكانيكا السيارات لكنه بيترفض فبيمشي ابراهيم وبيروح يقابل باها وبيعرف انها كانت بتكلم مامتها امبارح ولانها مريضه بالسرطان لازم باها ترجع بيروت وتفضل جنبها فبيتصدم ابراهيم ولما سالها عن مصيرهم مع بعض قالت له انها ما عندهاش مانع تبقى معاه لكن مش في البلد دي بس ابراهيم بيرفض وقال لها انه مش هيرجع معاها وقبل ما تمشي باها قال لها انه هيبقى يصلي ويدعي لمامتها ولما بيرجع لديانا بيلاقي جوش مستنيه وعرفه على بابا ديفيد وكان جايب له وظيفه كويسه في معرض السيارات بتاعه وبدا ابراهيم في بيع السيارات وديانا كانت بتساعده يكمل المتطلبات اللازمه علشان ياخد الجنسيه الامريكيه وفي 2006 راح ابراهيم يكمل اجراءات الجنسيه وبيعرف اختبار المواطنه هيكون امتى وبعد فتره جه جواب من السفاره لابراهيم ولما فتحوا بيلاقيهم رفضوا منح الجنسيه وطلبوا منه ينتظر استدعائه في المحكمه علشان يرد عن تهم موجهه ليه فبيقفل الجواب وقال ديانا ان بلدها مش عايزاه هنا، وكان عايز يرجع بلده وقعد لوحده يحرق ورق البطاقه الخضراء، وتاني يوم بيصحى ابراهيم على مكالمه من ديانا وطلبت منه يتقابله، وكان مو جاي يسلم عليه، وديفيد جه ومعه إيرل من شؤون الهجره وهيساعد ابراهيم في قضيته، وعرض عليه يزوره في مكتبه، ولما بيروح له ابراهيم بيعرف ان إيرل هيساعده، ومن مصلحتهم تكون المحاكمه علنيه وقدام الراي العام، وبيبدا المقربين من ابراهيم يوصلوا قضيته لاكبر عدد ممكن، وبيعملوا وقفه احتجاجيه لصالح ابراهيم كان وقتها ميكي لقى وظيفه وسمع خبر عن ابراهيم في الراديو فراح وصور لقاء مع مذيع لقناه اخباريه وقال ان ابراهيم ساعده زمان واعتذر له على الهوى وقال له انه هيفضل هنا لحد ما ابراهيم ياخد الجنسيه وفي يوم المحاكمه وصل ابراهيم قاعه المحكمه وهناك كان وينستون بيتكلم مع القاضي بخصوص ابراهيم وبيثبت له ان ابراهيم لازم يتم ترحيله لانه من اول يوم ليه هنا وهو بيكذب ولما بيقوم ايرل قال لو تم ترحيل ابراهيم هيعتبر ده انتهاك لحقوق الانسان وانه تم اعتقاله ست شهور بدون سبب لكن وينستون قال للقاضي انه معاه دليل سري محظور نشره للراي العام بخصوص رشاد ابن عم ابراهيم فبيقرر القاضي انه يعيد الجلسه يوم تاني لما يشوف الدليل السري ده وطلب ابراهيم من إيرل انه يتكلم مع القاضي علشان يدافع عن نفسه وبعد يومين اتصل رشاد بإيرل وطلب منه يتكلم معاه وفي يوم الجلسه في المحكمه دخل إيرل مع ابراهيم وقال له لو في حاجه مخبيها عليه لانه كلم ابن عمه رشاد وعرف منه انه سمح لصديق انه يقعد في بيته وبعدها بفتره اكتشف ان ليه علاقه باحداث 11 سبتمبر وطلب منه ايريل يدافع عن نفسه قدام المحكمه لانه مفيش مفر ولما بتبدا الجلسه قعد ابراهيم وإيرل كان بيساله عن ماضيه فحكى ابراهيم عن ذكرياته وهو صغير مع اهله قبل وفاتهم وقام وينستون وبدا يوجه الاتهامات لابراهيم لكن بيقدر ابراهيم يدافع عن نفسه واثبت انه ملوش علاقه بالاحداث اللي بتحصل وفي النهايه بيتم نفي كل التهم عن ابراهيم وبياخد الجنسيه وبيجيب ميكي يشتغل معاه في معرض السيارات وبيحقق ابراهيم حلمه وبقى عنده بيت وعيله بعد ما اتجوز ديانا وبكده بينتهي فيلمنا النهارده ما تنساش لو مش مشترك في القناه يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات اتش دي فيلم